على نفسه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاشر المؤمنين، أتيناكم من بلاد الحرمين محبين، يجمع بيننا دين واحد، ونحن نؤمن برب واحد، وبكتاب واحد، وبنبي واحد جمعنا الحب فيه، فأتينا إلى أرضكم محبين مستشعرين بأخوة الإسلام. وقد من الله عز وجل على من بنى هذا المسجد بهذا الخير العظيم، إذ أني أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الحسنات، وأن يبني الله عز وجل له بيتًا في الجنة، كما أسأله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره، وأن يبارك في ماله، وأن يصلح له نيته وذريته. معاشر المؤمنين، إن بناء المساجد ليست فقط خرصانات حديد، وإنما يراد من بناء المسجد أن يكون مشعل خير ومنارة علم، يتعلم الناس فيه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا المسجد يجمع بين الناس، فيتآلفون ويتعارفون ويتكاتفون على الخير ويتعاونون على الخير. إن بناء المساجد ليست فقط من أجل أن يقال أن في هذه القرية مسجداً أصبح نموذجاً حديثاً، لا والله، وإنما المقصد من المساجد أن تكون تجمع بين الناس، ويتآلف الناس في هذه المساجد ويدعون إلى الله عز وجل على علم وبصيرة. إن الصلاة أيها الفضلاء ثاني أركان الإسلام، تؤدى في المسجد حيث ينادى بها، والصلاة قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سابع سماء، هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء، وباقي شرائع الإسلام فرضت في الأرض لعلو منزلتها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلتين أرضية وسماوية، من مكة إلى بيت المقدس أرضية، ثم سماوية من بيت المقدس إلى السماء السابعة، فالتقى بربه جل وعلا في ليلة الإسراء والمعراج، وفرض الله عز وجل عليه هذه الصلاة في بادئ الأمر 50 صلاة، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته بهذه الأمة قيض لنبينا صلى الله عليه وسلم في طريقه موسى عليه السلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم موسى، سأل موسى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يا محمد، ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي الصلاة 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق. وقد صدق عليه السلام، فلو أن الصلاة بقيت 50 صلاة لكان كل 27 دقيقة نؤدي فريضة، فهل نطيق ذلك يا عباد الله؟ لا والله، حتى المحافظين سيتكاسلون ويتقاعسون عن أداء الصلاة. إذا كانت الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، ترى من التفريط، وترى من التكاسل، وترى من التأخر ما لا يعلم به إلا الله. ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يخففها، فخففت من 50 إلى 5 صلوات في اليوم والليلة.
ولكن الله عز وجل عطاؤه عظيم، إذ أن الله عز وجل أبقى في الأجر 50 وفي العمل 5 صلوات في اليوم والليلة. إن الصلاة أيها الفضلاء تركها كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الحطب لأناس لا يشهدون معه الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. وإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وليعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فاللهم اجعلنا يا رب من الشاكرين الذاكرين، واجعلنا يا رب من المؤدين لهذه الصلاة حيث ينادى بها، بخشوعها، بخضوعها، بأركانها، بواجباتها، بسننها. يا رب لا تجعلنا من الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وكان مصيرهم إلى النار. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، لا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل في آخر هذه الخطبة لمن بنى هذا المسجد، فأنسأل الله جل في علاه أن يعطيه حتى يرضيه، ونسأل الله جل في علاه أن يملأ جسده صحة وعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في عمره وماله وولده، ونسأل الله عز وجل أن يبلغه منازل عالية في الجنة، وأن يبني الله عز وجل له بيتاً في الجنة، إنه جواد كريم. كما نسأله جل في علاه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لرضاك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رحمن يا رحيم. اللهم حرم على هذه الوجوه النار، اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك صلاح النية وصلاح الذرية، ونسألك صلاح الظاهر والباطن. نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أعطِ كل واحد من الحاضرين سؤله، اقضِ ديونهم، فرِّج همومهم، اكشف كروبهم، أصلح نياتهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم حقِّق لهم ما يتمنون. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجمعنا بهم في جنات ونهر عند مليك مقتدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن توفقنا لرضاك، وأن تجعلنا يا حي يا قيوم ممن يجتمع في الجنة فيتذاكر هذا المجلس. أقول ما تسمعون، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.